السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. قراءة روحانية لمواليد برج الأسد، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أحبابنا في الله، إن كنتوا عايزين أعمل لكم فيديوهات لعلاج السحر أو علاج المس أو علاج الحسد أو علاج القرين أو علاج التابعة، شوفوا الفيديو اللي عايزين ننزله لكم، اكتبوا فيه التعليقات وهنشوفوا أكثر التعليقات للعلاج. وهعمل لكم فيديو ليه علاج باذن الله تعالى ناسف للمرض اللي تطلبوه، المرض الروحاني اللي تطلبوه، وهعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى وانزله لكم. فشوفوا، كنتوا عايزين علاج السحر اكتبوا علاج السحر ونشوف، وهنعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم، فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك احبابنا في الله. بسم الله الكاشف، عندك بشرى وفرحه كبيره واستقرار، خلاص عندك اطمئنان على شخص مريض الشخص ده، وعندك فك قرب ان شاء الله. في حاجة غالية على قلبك، يعني انت راح تحققها، تحقق امنية غالية على قلبك جدا، عندك تغير عتبي وتخلص يعني من الارق او من التعب في المكان اللي انت فيه، محتاج تنقل من المكان اللي انت فيه وتخلص من الهرق اللي انت فيه من المكان ده. عندك تخلص اوراق من جهة حكومية، ميراث أو فلوس من الدولة، أنت بتخلص أوراق في الجهة الحكومية. أنا شايف في زعل جواك أو حزن، زعلان، قلبك مكسور، شايفك هنا في اكتشاف أمور وحقائق حواليك، هتكتشف، هتعرف مين اللي بيحبك ومين اللي بيتمنى لك الشر، وهتبعد عن الناس دي، هتبعد عنهم. سيبك، يعني شايفك في خايف من بكره وقاعد بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبها على الله، سيبها على الله. شايفك انا امنت حد او حبيت او اعطيته الامان، لكن ده طلع خاين او طلع غدار، وانت يعني تعبك نفسيا من كتر اللي يعني اعطيته اكتر حدا الثقه، انت في حاله اكتئاب والخنقه مسيطره عليك، وكأنه صابر على تغير في عدة أمور في حياتك، وكأن يعني هنا بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام العيون الشمتانة فيك والشماتة، قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك، وأقول لك عندك تيسير ديلك، التيسير ديلك، رزق من عند رب العالمين خلال الفترة اللي جاية، الرزق خلاص هيفتح لك لانك تعبت كتير ويئست واستحمل. عندك هنا اكتر من نصر جاي لك، عندك اكتر من نصر باذن الله تعالى جاي لك، هتنبسط به. في شخص هنا على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع فيك كذا عيب، هيطلع فيك زي ما بيقولوا عيوب الدنيا والاخره، هو عمال عامل نفسه انه بيحبك انه كذا عشان مصلحته، عايز ياخد منك مصلحه وهياخدها، بس بعد ما ياخدها يا ريت حتى يتمر فيه او يسكت، لا ده يطلع فيك عيوب الدنيا، عيوب الدنيا والاخره. شايف عندك هنا قطيع التواصل، يعني هنا بينك وما بين شخص هتردع، هتردع من جديد، المحادثة بينك وما بينه هتردع، في محادثات ما بينك وما بين حد كانت مقطوعة، قطع مقطوع ما بينك وما بين حد، رسائل أو مكالمة راح تردع كما كان. شايفك هنا اللي حواليك عمالين يبصوا لك عن اللزوم، عايزين بيوقعوك، يعني في أشخاص خسارة معاهم الوفاء والولاء، انت هنا محبوب، في ناس حباك، في ناس حباك قوي وبتتمنى لك الخير وبتدعي لك. عندك شخصين هنا رغم ان يعني بيتعاملوا معاك وفي بينكم وبينهم بينكم ود، الغيرة والحقد، عنده غيرة وحقد هيكون جواهم من ناحيتك. في شخصنا يعني بيعرض عليك ارتباط في السر، حاول ما تقبلش، حاول ما تقبلش،
بي هنا ما تقبلش بي، واحذر من شخص بيستغلك عاطفيا وماديا، احذر، شافك انها هتتعرض في مشكلة وهيكون فيها يعني كيلو قال عليك كتير، واذا طلعت منها حاول تقفل لسانك من حكي مع يعني بعد الناس، ابعد ابعد، معاك رزق جاي لك، معاك رزق جاي لك من رب العالمين. شايفه كده شخص بتختلف يعني معاه اختلاف بسيط بس بيكبر، وهو الخلاف دي بينكم، احذر. شايفك عايزك تحذر من سرقة، بينسبها ليك شخص، خلي بالك. شايفك هنا يعني بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك السابقة، وحتى انا شايفك انها تبدأ تتعامل بذكاء مع الاشخاص اللي حواليك، بترتاح مع شخصنا في الكلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. في رزق حلو جاي لك هتنبسط بيه، وانا شايف هنا الرزق ده هيكون ارحت ليك باذن الله تعالى، وهتنبسط. قد ما كنت مهموم ارمي حمولك على رب العالمين، هو اللي هينديك، هو اللي هيخرجك من محنتك، هو الرزاق. شخصنا الشخص ده نرجسي، بيكون يعني مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون عارف يعني تحط معاه النقط على الحروف. شايفك بتبدأ مع شخص بدايات جديدة، شايف هنا انت يعني شايف في عندك هنا وحدة بتتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، احذر الفترة دي من شخص يحاول يعني يقلب عليك الترابيزة. في حوار بينك وما بينه، ولكن رب العالمين بينصرك فيه، رب العالمين بنصرك، لأن قلبك طيب ونيتك سالكة، وبتتعامل مع الناس بالخير وبالحسن، وبتتعامل معهم بالصدق. لكن في ناس غدارة، ناس مش بتحب الخير، مش بتحبك تكون أحسن منه، لكن رب العالمين بينصرك. في مكالمة تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، مكالمة التليفون دي بتديلك، قدامك خطوتين وراح تديلك المكالمة. شايف هنا عندك يعني موضوع فيه امضاء، يعني موضوع امضى على عقد، يعني شايفك امتلاك شيء او قضية، يعني في حدا بتمضى عليها راح تمتلكها، بس عندك قضية رب العالمين بينصرك فيه. في عندك هنا موضوع نقلة بيتم معك على خير بإذن الله، عندك مناسبة حلوة بتحضرها وبتحتفل بشيء يخصك او يخص حد من عتبة العيلة، بتحتفل وفرحان. صلى على الحبيب المصطفى وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله. هسه شايف عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، وكأني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم بأي اسلوب، بس انا شايف هيكون عندك يعني مشكلة، بس رب العالمين هيقف معاك وهيحلها لك. في عندك شخص بيراسلك رسالة على التليفون وبتكون يعني انت شايفك محتار ترد او لا، هو عمال يرسل لك ويبعت لك الرسالة بس انت محتار مش عارف ترد ولا ما تردش. انفراجات مالية ديالك، انفراجات كويسة، وفي نفس الوقت هنا في ازمات برضو مادية عندك، وده بيدل انك يعني تكون حريص شوية، حرص وكن حريص في امورك المادية عشان ما تعانيش بكثرة المصاريف. انت بتصرف كتير، نزيه، بتحب النزاهة، بتحب الاكل، بتحب الفسق، حاول تمسك ايدك شوية، حاول تمسك ايدك شوية من المصاريف اكتر من اللازم. في انسانة هنا شغلانتها يعني زي ما بيقولوا الكيل والكال، الكلام شغلانتها الكلام، الكيل والقال، خلي بالك واحذر منها. عامله لك بطاقة السحر، سحر وقف، سحر تعطيل، بتعاني منه من زمان السحر. حتى الخلفة واقفة معاك، كل حاجة مدمرة معاك،
من زمان السحر ده. الست دي احذر، احذر منها واحذر من التصرف يعني يصدر منك. في حد هنا يعني ممكن هيفهمك غلط، في حد هنا هتكون يعني في مكان وهيدخل عليك شخص، خلي بالك منه الشخص ده عشان هيبص لك نظرات مش كويس. في شخص هنا هيحكي عليك كلام بالغلط، عليك هيحكي كلام يعني هو مش فيك الكلام ده، الكلام ده مش فيك ولا انت ما عملتوش ولا ما قلتوش، بس هيقول عليك الكلام ده لانه هو مش كويس ومش بيحبك. بس انا شايفك هنا قلبك موجوع كتير. ايه اللي كسر قلبك؟ قلبك موجوع كتير، وكأني شايفك هنا شايل جواك هموم او حزن، مش عارف مع مين تتكلم ومع مين تحكي، امور حواليك فيها عدم انضباط. بس انا عايزك ترمي كل ده، ارمي حمولك كلها على رب العالمين، ارمي حمولك وارمي اللي جواك على رب العالمين، لان هو اللي هيريح قلبك من كل الهموم دي. اشكر ربك، اشكر ربك على اللي جواك، وادعي ربك يهديك قدرك الخير، والدعاء يغير القدر. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترضون لله وقارا. فاكثر من الاستغفار على قد ما تقدر، خلي لسانك عليه ذكر الله، خلي لسانك عليه ذكر الله. شايف هنا في شخص هنا يعني عندك هنا شخص متقلب الود، والود يعني بينكم هينقلب ما بين يوم وليلة، شخص يعني بينكم فراق وخصام بتردع العلاقة أقوى من قبل. بس حتى لو العلاقة رجعت فهو لسه عنده النرجسي والأنانية. شخص هنا بيجبر بخاطرك في موضوع أنت بتحتاجه فيه، وشايف هنا عندك طريق، عندك طريق سفر وهيكون خير عليك. شخص من المقربين منك هيعاني الفترة دي بوعكة صحية، هيعاني بوعكة صحية الشخص ده. احذر هنا الفترة دي يعني عشان عندك التعب شوي، تعب في الصدر وتعب المعدة، تعب الظهر، تصحى عندك أرق، التفكير 24 ساعة، تفكير الطاقات السلبية مسيطر عليك، هو دي منطقة السحر. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا بقول لك هتحتاج تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن يعني مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني ما تبررش لحد ملوش اهمية عندك. في عندك مشوار بتروح وبتتقابل مع حد صدفة بتسلم عليه. شايف هنا بقول لك يعني داخل لك شخص بعد فترة هتتعرف عليه، هتتعرف عليه، عندك الخير دايلك، هيدي لك من وراه قادم ليك. بس خلي يعني خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. شايف هتسمع هنا على شخص يعني انه عنده يعني الشخص ده تعبان قوي، تعبان بس هو أذاك، وهتسمع عنه ان هو تعبان، ان دعوتك استجابت. في شلال خير ورزق داخل لك عن قريب، شلال رزق وخير داخل لك خلاص. شايفك يعني بتغير، عندك تغير مكان عمل ده هتغيره عندك للاعلى شانك هيعلى في العمل. في انسان هنا بتتدسس عليك بطريقه يعني طريقه مش كويس، الانسان دي عماله تتدسس عليك. في بلوك بينك وما بين شخص بينفك. عندك هنا نصره، عندك نصره، النصره دي على ناس يعني على اشخاص كمان اذتك هتنتصر، عندك نصره عليهم.
بتنتصر عليهم بإذن الله تعالى. الفرحة ديالك، بس أنا شايف عندك يعني أنت قلقان على حد مريض أو على شخص مريض من عيلتك، قلقان عليه جوا عشان شايف قلق من ناحية حد مريض من عيلتك. وشوف هنا البعض، عند البعض هنا فرحة في بيتك بإذن الله تعالى، فرحة في قلب بيتك. بس عندك حسد شديد من المقربين مؤثر في حياتك كثير، هو السحر كل عامل لك يعني قلة رزق، متعطل، نفور بينك وما بين الشريك، وتفكير في الانفصال، مش طايق أي شخص. خلي بالك واخلص من السحر. في صلح، الصلح ده ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، أو صلح بينك وما بين الشريك، في رجوع للمنفصلين. واللي فكر في الانفصال ما تاخدوش قرار دلوقتي حاليا، لان السحر شديد عليكم، فبلاش تفكر في قرار الانفصال. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسعدكم واياكم جميعا يا رب العالمين. فضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه يشرفنا اشتراككم في القناه، وفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وعلى الاعدادات داخل القناه، والرقم امامكم اللي حاب يتواصل معنا يتواصل. وكما قلنا شوفوا، كنت عايزين انزل لكم فيديوهات لعلاج السحر او المس او التابع او القرين او اي علاج، اكتبوه في التعليقات وهنعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى.